نحن اليوم بمنطقة ريف دمشق، هاي المنطقة اللي عاشت أكثر من 8 سنين بالأزمة. ببيتنا البيوت تأثرت كتير. المرأة قالت لي أنه أنا أصعب شيء علي بالليل، لأنه بالليل بيصير درجات الحرارة كتير باردة تحت الصفر، بيتها مفتوح ما عندها شبابيك وبواب وما عم تقدر تدفي ولادها. قالت لي ولادي بيبدوا بيرشفوا قدامي وأنا ماني قدراني دفيهم، حتى أنا بكون مبلولة من المي بأيام المطر ما فيني أعبطهم ودفيهم. العالم ما عاد عنده قدرة تشتري لأطفالها أواعي، ما عاد عندها القدرة تبعت أولادها على المدارس وهن لابسين جاكيت أو لابسين بوت. اليونيسف بتساعد الأطفال ببداية الشتاء على الأقل تدفي هدول الأولاد، يقدروا يروحوا على مدارسهم الصبح وهن لابسين ودفيانين. بس هالسنة في عنا نقص.